يقول عز وجل: ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. بعدين شنو عندكم؟ خذوه. هذا أول أمر. أمر الثاني: فاذغلوه. أمر الثالث: ثم الجحيم صلوه. أمر الرابع: ثم في سلسلة ذرعها إيش قد طوله؟ 70 ذراعا، 35 متر. 35 متر إيش قد يعني؟ يعني أبعد من هذا الحائط إلى هذا العمود أبعد. فاسلكوه. في التفسير، شفت في تفسير علي بن إبراهيم من أجل تفاصيله، يقول الله لما يقول خذوه فورا 40,000 من الملائكة يزدحمون عليه، هذا يجر من لحيته، هذا من رأسه، هذا من إيده، هذا من يجرون جرا. شو يقدر يسوي؟ فورا يخلون الغل، الغل حديدة ثقيلة، يخلوها في رقبته ويشدون إيديه، أي يديه أيضا برقبته أو تحت رقبته. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، غلوه يعني أغلال. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، أذقان هذه الأذقان، الأغلال الحديد، الله أكبر، فهي يعني أيديهم. كلمة هي تعود إلى الأيدي، يعني الأيدي توصل إلى الأذقان، فهم مقمحون. مقمحون يعني دائما يكون هاي الحديدة شايلة راسه لفوق، ما يقدر ينزل راسه. هذا كلام صدق لو كذب إخواني؟ الله عليكم، هذا الكلام صدق لو كذب؟ كلام من هذا غير كلام الله؟ هل نقدر ننسى كلام الله؟ نقدر نستهين بكلام الله؟ حبيبي لازم نتخذ إجراءاتنا، لازم علينا أن نعمل عملا حتى نتخلص من هذا الموقف. إحنا بيا حالة إذا سمعنا الله يقول خذوه، الله أكبر، خذوه كلام الله تعالى، مو كلام الملائكة، هذا مو كلام جبرائيل ولا ميكائيل. الله تعالى يقول، الله اللي كلم موسى، موسى مع كلام الله، ها؟ فيوم القيامة المجرمين والمذنبين والمؤمنين يسمعون كلام الله، يسمع بهاي إذنه الله يقول خذوه، ما يقول لك خذه، مو شخص واحد، مو ملك واحد، 40,000 من الملائكة، خذوه فغلوه، خلوا حديدة الغل بعنقه ويديه في الطريقة اللي في سورة ياسين تقراها، سورة ياسين تقروها: إنا جعلنا في أعناقهم أغلال، مو غل واحد، أغلال، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. نعم، لا إله إلا الله. إلهنا ارحمنا برحمتك، إلهنا أجرنا من عذابك بحق الحسين العزيز، إلهنا إحنا مذنبين، إحنا خطأنين، لكن عندنا شفيع، هذا الشفيع عزيز عندك يا الله.